Le match à Lyon n'était pas facile, c'était un match difficile. نحتفظوا به بالنتيجه ليسونسييل في هذه المقابله تاع الكاس المهم هو التاهل نظن النتيجه 2-0 هي النتيجه مرضيه للفريق الحمد لله تاهل والنتيجه تزيد تعاونك في لي ماتش تاع البطوله باش تحسن المرتبه تاع الفريق بالنسبه للريكروتمون تاع المونديال ما فيما يخص الانتدابات نظن الفريق هو بحاجه ماسه الى قلب هجوم قناص الاهداف وبصفه اقل ان مونور دو جو لاعب وسط ميدان هجومي نظن راه كاين دي سيفي تاع لاعبين في طاوله طويله رئيس الفريق والشيء الاكيد هو اللاعب الفرنكو الجزائريين راح يقوموا بالتجارب بالنسبه للسيفونسيون الفريق يعاني يعني الفريق من الناحيه الماليه راه يعاني رئيس الفريق يعني راه يصرف لوحده الفريق نظن الفريق الحمد لله في هذا الموسم راه في مرتبه مشرفه تاهل لدور 16 كاس الجمهوريه يعني لازم على السلطات المحليه وعلى راسهم السيد الوالي اللي يعني توجور كان يعني خلف هذا الفريق ان شاء الله يعني هذه السلطات المعنيه يتفكروا الفريق ويدعموا هذا الرئيس اللي راه يجبد من امواله الخاصه ان شاء الله.